طيب روح للشركاء، أنا كيف أختار الشريك الجيد؟ يعني الآن تقول أنت في دائرة، لكن مواصفات الشريك، من هو الشريك المحتمل الأفضل بالنسبة لي؟ طيب الشركاء عندك فيهم أنواع، في شريك مستثمر عادي يحط معك فلوس ولكن ما عنده خبرة في مجال العمل اللي أنت تعمل فيه، أو يمكن حتى ما سبق أنه دخل مستثمر، هذا الشريك يعني أنا بالنسبة لي أخليه يعني في درجات الأولوية المتدنية. لكن لما يكون عندي شريك استراتيجي سبق له الاستثمار، استثمر في أكثر من مجال، استثمر في أكثر من شركة، شاف قدامه نجاحات وشاف خسائر ومر بتجارب كثيرة، أو أنه عنده مثلا بيزنس قائم والعمل هذا أو مشروعه يتقاطع بالمصالح مع مشروعك. عطني أمثلة كده عشان أفهم أكثر. يعني خلني أعطيك على سبيل المثال مطاعم الرومانسية، حقت الرز هذه، مطاعم الرومانسية مطابخ شعبية بدأت أعمالها بشكل خلينا نقول محدود أو وفق قدراتهم، ولكن ما انغلقوا على أنفسهم علشان يقبلون المستثمرين معهم، دخلوا في شراكة استراتيجية مع المهيدب. المهيدب وكيل الرز. فأنت أول نجاح حققته أنك أنت ضمنت استمرار التوريد للرز، ما راح يتوقف عندك حتى لو صار في شح في السوق وانخفضت كميات الرز أو ارتفعت أسعار الرز، حتستمر تأخذ الرز بأسعار تفضيلية. يعني هو دور الشريك الصح اللي هو اللي يكمل أعماله، المهيدب عنده فلوس وعنده رز، عنده فلوس وعنده رز، وبالتالي لما يعطي الرز بسعر معقول لمطاعم الرومانسية اللي يملك فيها، بالتالي النجاح تحقق له من جهتين، هذا الشريك الاستراتيجي اللي تبحث عنه. بس المجتمع دائما يقول لك انه قدر الشراكة ما يفوح، ودائما الثقافة والأمثلة تقول لك انه الشريك خيار اضطراري ما هو خيار جيد. قصص النجاح الكبيرة كانت بوجود الشراكات. اليوم احنا نشوف كريم على سبيل المثال قصة نجاح، ما انغلقوا على أنفسهم، قالوا هذا مشروعنا وبنستمر ناخذ قروض ونشتغل بمجهوداتنا، لا، جابوا مستثمرين وسووا جولة أولى وثانية وثالثة إلى أن وصلوا إلى جولة استثمارية، أنه يكون في مجموعة من المستثمرين يدخلون في مرحلة معينة ويعطون مبلغ استثماري في مرحلة محددة من عمر الشركة. يعني أنت تقول لا تبدأ أول شيء بدين، حاول تشوف شريك، نعم، وإذا توسعت حاول أيضا تسوي جولة ثانية وتدخل شركاء كثيرين عشان تتوسع أكثر. كذا أنا فاهم صح؟ بالضبط. طيب